مساء الخير طلابنا، إن شاء الله اليوم راح نبدأ في بحث التوازن الكيميائي، بحث التوازن الكيميائي. طبعا في الدرس الماضي أخذنا سرعة التفاعل الكيميائي، حسبنا السرعة والعوامل المؤثرة في السرعة، وناقشنا جميع جوانب درس سرعة التفاعل الكيميائي. اليوم إن شاء الله راح ننتقل إلى بحث جديد هو التوازن الكيميائي. طبعا في هذا الدرس ندرس مفهوم التوازن الكيميائي، ونتعرف على ثابت التوازن الكيميائي، ونثمن أهمية التوازنات الكيميائية في حياتنا العملية. طبعا طلابنا بدنا نهتم بمصطلحات جدا هامة: حالة التوازن، التفاعلات العكوسي، التوازن الكيميائي، قانون فعل الكتلة، وثابت التوازن، ومبدأ لوشاتولييه. نبدأ الآن في شرح مفهوم حالة التوازن الفيزيائي، حالة التوازن الفيزيائي. طبعا في التغيرات لدينا نوعين من التغيرات: تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. طلابنا لو أخذنا توازن اليود مع بخاره، طلابنا اليود لا يمر في شيء اسمه حالي سائلي، فاليود هو صلب، طبعا ينتقل مباشرة إلى الحالي الغازي، بسميه عملية تصعيد، فلا اليود لا يمكن أن يكون سائل. الآن نضع كمية من اليود الصلب في إناء زجاجي مغلق، ونراقب ماذا يحدث لليود خلال أيام. قال نلاحظ تزايد في بخار اليود، اليود الصلب يتحول إلى بخار اليود، إلى الغاز مباشرة دون المرور بالحالي السائلي. إذا نلاحظ تزايد في بخار اليود، وذلك من خلال شدة اللون البنفسجي، طبعا بخار اليود لونه بنفسجي، وهذا يدل على ثبات كل من تركيز بخار اليود وكمية اليود الصلب الموجود في أسفل الإناء. طبعا يطلق على هذه الحالة بحالة التوازن، يعني بخار اليود توازن مع كمية اليود الصلبي. في كل لحظة طلاب هناك يود صلب يتحول إلى بخار، في نفس اللحظة هناك تكاثف، يوجد بخار يود يتحول إلى يود صلب، ندعوها بعملية التكثيف. إذا تكون سرعة تبخر اليود، يعني تحول اليود من الحالي الصلبي إلى الحالي البخاري الغازي، سرعة تبخر اليود مساوية لسرعة تكثفه. تكثف اليود هو تحول اليود من الحالي البخاري إلى الحالي الصلبي، وهذا ما يفسر ثبات شدة لون البخار. طبعا سرعة التبخر تساوي سرعة التكثف. عمليا طلابنا هذا تفاعل أو توازن فيزيائي، توازن فيزيائي. التوازن الفيزيائي بين اليود الصلب وبخار اليود. في كل لحظة هناك يود صلب يتحول إلى بخار، في نفس اللحظة هناك بخار يود يتكثف ويعود إلى يود صلب. نعم، ويستمر التفاعل، ونقول بأننا قد حصلنا على حالة توازن. نعم، الآن ما هي التفاعلات العكوسي؟ ما هي التفاعلات العكوسي؟ التفاعلات العكوسي هي التفاعلات التي لا تستمر في اتجاه واحد حتى تكتمل، أي أن المواد المتفاعلة لا تستهلك استهلاكا كاملا لتكوين النواتج، بل إن المواد الناتجة تعود لتتفاعل مع بعضها أيضا
لتعيد تكوين المواد المتفاعلة في نفس الشروط. طبعا التفاعلات العكوسية هي نوع من أنواع التفاعلات، يعني ليس كل التفاعلات موجودة هي عكوسي والعكس صحيح. على سبيل المثال تفاعلات الاحتراق مثلا، احتراق قطعة من الخشب، هذا تفاعل ليس عكوس. إذا التفاعلات العكوسي هي التفاعلات التي لا تكتمل في اتجاه واحد، بل إن المواد الناتجة تعود لتتفاعل مع بعضها البعض لتكوين المواد المتفاعلة في نفس الشروط. أمثلة طلابنا على التفاعلات العكوسي، لدينا تفاعل NO2 مع الO2. إذا تفاعل ثنائي أكسيد الأزوت مع الأكسجين ليعطي N2O5 خماسي أكسيد الأزوت، هذا تفاعل عكوس، يعني يعود خماسي أكسيد الأزوت ليتفكك ليعطي O2 وNO2. مثال آخر، الماء بخار الماء يمكن أن يتفكك ليعطي غازي الهيدروجين والأكسجين، هذا التفاعل عكوس لأن غازي الهيدروجين والأكسجين يتحدان مع بعضهما لتشكيل الماء. تفاعل آخر، اتحاد النيتروجين مع الهيدروجين لتشكيل غاز النشادر، هذا التفاعل عكوس، يمكن لغاز النشادر أن يتفكك ويعطي غازي النيتروجين والهيدروجين.